لا يا شباب، لا، بدي بلش تصوير حلقة بالصندوق الخشبي. عم بفتحه هيك وطلع لنا اسطوري. لا، هي الحلقة شكلها غير. طيب بنبلش بكلاش رويال بالتحدي الجديد، بس مع بداية الحلقة عم نفتح حلقة بكرت اسطوري. يا الله يا الله، ما بصدق هالشي اللي صار معنا. ونايت ويتش بنفتح فيها حلقة اليوم، هي كلها بوادر حلوة وجميلة. إذا صندوق خشبي ديلي جيفت مجاني طلع لي فيه أسطوري لنفتح فيه حلقة اليوم. طبعا بتحدي جديد في ثلاثة ستيجز، يعني ثلاث مراحل بدك تساويهم. طبعا يمكن ما عاد لي كتير اني بلش بخسارة وفوز، هي رحلة للتسعة. بس قلت لحالي يعني اسرع شوي انه يكون الاحتمالات انه خسارتين وبنفس الوقت عنا فوز، يعني خففت شوي من الرحله. بس بالحلقه الماضيه اللي ما شاف التحدي اللي عملناه كله من البدايه للنهايه، ربحنا اخذنا اخر صندوق، كل الاشياء يشوفوا، لانه الحلقه كانت حماس جدا. اليوم عم نعيدها لانه انتم طلبتوا هذا الشيء. بس بذكر هذا التحدي هو ثلاث مراحل، ختمت بسهوله اول مرحلتين. المرحله الاولى كثير سهله، المرحله الثانيه يعني شوي، المرحله الثالثه هلا منوعة. هاي هي التشكيلة اللي بدي جرب العب فيها اليوم. التشكيلة هي فيها جولم وإلكسير كوليكتر، فيها بيبي دراجون ودارك برنس وبرنس، وفيها جوي كمان ميجا مونيون، وفي عندك التورنيدو والزاب، هن السبلات اللي عم بلعب فيها لليوم. رح لهم في شيء يا ترى ممكن يصير مفاجأة كمان؟ تخيلوا لا يصير مفاجأة تاني، معقول؟ لا بتكون كتير، لا هيك بكون عم بطلب المستحيل. إذن تعالوا نبلش ونشوف حظنا شو هنقدر نساوي، كم فوز هنقدر نحصل بهذا التحدي. إذن مع بداية مباراتنا الأولى، حاب لكم انه في عندي الشكل الجديد لكلاش رويال اللي هو هاد. بتوقع تنبسطوا فيه اكثر، بلشناه بالحلقه الماضيه. يعني صوره اكبر اوضح، الواحد بيقدر يشوف، بيقدر يتعامل مع كمشاهد، يعني بيقدر كل شيء قدامه واضح اتوقع، يعني وكل شيء لازم يشوفه واضح قدامه. طيب اذا خصمي هاجم علي ببيكا وانا محتار شلون بدي صد هالبيكا، نزلت برنس ورا شوي لنشوف شو لسه الشغلات اللي بده ينزلها. اذا الكترو ويزرد بنبلش ننزل شوية شغلات. لاحظ هلا الكترو ويزرد ما حيخلي البرنس يضرب. ايوه سياف كمان، لا يا شباب ما حيلحق يطلع هذا، والله بلحق. يلا منيح، اذا الجولم حيصد لنا الهجمة مبدئيا كدفاع. هو فراح على الكسر كوليكتر تاني، هذا الشيء حيعطيه افضلية هلا، بس انا بدي احاول رد عليه بطريقة تانية اللي هي ان يهجم من جهتين واحرجه شوي. هل حيقدر البرنس يعمل شيء؟ ما بعرف. وهي زاب، يلا يا برنس انت وبيبي دراجون لازم تعملوا شيء، لازم تعملوا شيء، شكلهم حيعملوا شيء. انا متفائل فيهم، متفائل فيهم، متفائل فيهم. نعم قدروا يوصلوا التاور لحالة جيدة حتى الآن، وشايف اثنين بيكا، ما عندي أي فكرة شلون بدي صدهم. هجرب بالتورنيدو اني اسحبهم لبعيد شوي. نزل دارك برنس هون، زاب على كل الاشياء سوا. الوضع صعب جدا، بس دارك برنس حيعمل سحب منيح. هنزل برنس كمان يسحب. اوه الهجمة كثير قوية، كثير قوية الهجمة، كثير قوية. واو لا 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 لا، بسرعة بسرعة. اعصار جديد، نسحب الاشياء لبعيد وننزل دارك برنس من هون. ايوه لف عليه تمام. ما معقول الهجمه، ما معقول الهجمه اللي ما كانت تخلص. برنس بسرعه لف يا بيكا، لف البيكا، ولكن الجنود الصغيره اخذت. واو شو عم بيصير، شو عم بيصير؟ هجمه الخصم مرعبه جدا. رايح لينهي اللعبه، ححاول اسحبه لورا شوي بالتورنيدو. ابعت دارك برنس لنحاول ناخذ تاور، والزاب على الفاضي كبيتها ما استفدت منها، ولكن ما في امل اني صد. خلاص خلاص، بداية حلقة اليوم هي بداية صعبة جدا جدا جدا، يعني ما بعرف كيف ممكن نقدر نربح التحدي بخسارتين من الباب. واو خسارتين من الباب، كثير شغلة صعبة، ما لها سهلة نهائيا. وخصمنا الجديد، تعالوا نشوف شو بدنا نساوي فيه. والله شيء صعب، والله شيء صعب. ودارك برنس، يا دارك برنس نخبي نكسر كوليكتر شوي. والله
قرب شوي قرب شوي. يلا انزل. الدارك برنس شكله حيعمل ضربة للتاور. اه برافو عليه، استعمل اذا الزاب حتى دارك برنس ما يأثر ابدا، انه كان تشارج تبعه على النايت ويتش حتأذي التاور انه هو بيضرب سبلاش. نزل اذا جولم، نايت ويتش تبعه ما حتساوي شيء. حابعت برنس لاضغطه شوي من هون، خلي الجولم لحاله على اليسار ما يقدر يعمل شيء. الزاب جاهز اذا بده ينزل شيء، اذا نزل هدول يلا بنعمل لهم زاب ماشي الحال. نسرع شوي وننزل الميجا مينيون ببلش يصد لنا بهال جولم المتوحش هاد اللي بدنا نضطر انه نسحبه، نخليه يفعل القاعده تبعنا، هو احسن حل عنا اياها حاليا. وهلا القاعده تبعنا صارت عم تقاتل ونستعد ببرنس من الجهه الثانيه. لازم يضل الضغط موجود، لازم الضغط شغال على طول. دارك برنس نزل، ساعد يا ابني ساعد يا ابني، هجمته كثير قويه. يلا صديناها بس بصعوبة خيالية. حط الكسر كوليكتر جديد ونصبر شوي. هلا اذا قدرت اصبر هجمة تانية فيني اعمل هجمة مرتدة مرعبة. يلا حبلش بالهجمة المرعبة اللي حكيت عليها من هلا. ما حقدر اصبر اكثر من هيك لانه الوضع شوي صعب. طيب شو بدك تساوي؟ هات لنشوف شو بدك تساوي، هات لنشوف. طيب اذا هي الميجا مينيون، نحطه من هون تمام، وهذا من هون وهذا من هون. اوكي يلا بنزل دارك برنس من الجهة الثانية، مو غلط ابدا يكون في هجوم ثنائي. المشكلة الجولم تبعه لازم احاول اسحبه لورا قبل ما ينفجر. يا سلام انفجر بعيد عن التاور وما اخذ لي التاور ولا اخذه ما بعرف. يلا جولم جديد نسمك شوي من قواتنا، ما شايف عنده شغلات كثير تعمل سبلاش. دارك برنس منيح واعصار ياخذ كل شيء مع زاب. يلا اتوقع انه المسح التاور، اتوقع انه المسح تاوره. نزيد 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 من القوات، الفكره انه كل ما زدنا من القوات بهالحاله عندنا افضليه. نحاول ندعم الجهه الثانيه واعصار لهون هيك، اي شيء بينزله ينسحب. اتوقع انتهت المباراة، اتوقع خلاص ما تقدر يتحمل، ما تقدر يتحمل هالضغط كله، قواتي عم تزداد. حنزل برنس ليخلص القاعدة من جهة تانية إذا بيوصل كمان ممكن، ودارك برنس كمان. ضغطي مستمر وهي زاب. اوكي نزل ميجا مينيون يساعد الشباب، والله عم بيصمد لاعب صمود جدا. انطلق يا حاسحب هاد لهون، السحبة لهون ممكن تريحني شوي. دارك برنس هلا هيك هو بده يروح عن القاعدة من الصانية، مفروض تمام. وزاب على هدول البات. تورنيدو جديد مبعد الجولم، حلو انفجر بعيد الجولم، مباراة صعبة جدا بالوقت الحالي. ونحاول ندعم اكثر، حاول نربح ما بعرف كيف. التاور بخطر، التاور بخطر، بدي اعصار اسحبه بسرعة، اسحب الجولم اسحب الجولم. يلا اعصار، ايوه سحبنا الجولم تمام. القاعدة تبعه عم بتودع، القاعدة تبعي عم بتودع. مباراة من اغرب مباريات الكون، نعم من اغرب مباريات الكون. ويلا يلا يلا بدنا فوز يا الله، ولا انه مباراة بطولة عالم. شو هاد، شو عم بيصير شو عم بيصير شو عم بيصير؟ طاق التوري طاق التوري. واو 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 هاي المباراة يعني من أغرب مباريات كلاش رويال بعام 2018 يا حبيبي على هالمباراة. يعني أنا دايما بتستمروا علينا مباريات، بس مباراة بهالغرابة كتير صعب إنه تتكرر. ما بعرف شو بدي أقول، مباراة غريبة مباراة غريبة، نعم مباراة غريبة جدا. ما بعرف، ما انا مصدوم. قولوا لي رايكم بهالمباراه، انا بالنسبه لي من اقوى المباريات اللي لعبتها ب 2018 لهالدرجه. كان على فكره هي انا بسميها مباراه التورنيدو، مباراه التورنيدو. بحب اذكركم لغايه الان بهالحلقه انه اذا انتم مالكم مشتركين اشتركوا بالقناه ليجيكم كل جديد، فعلوا الجرس واعملوا لايك لهذا المقطع. خلينا نشوف نوصل هذا المقطع ل 5000 لايك،
بيوم صدوره. يعطيكم العافيه، وصلنا ب 5000 للمقطع تبع الاسبوع الماضي اللي قلت لكم وقت عليه انه خلينا نوصل ل 5000، اليوم شفت انه وصل، ممتاز جدا. نحاول هذا اليوم المقطع يوصل ل 5000 بيوم صدوره، تحدي لمشتركين القناه، اتوقع انه بيقدروا يساووه بكل سهوله. اذا خصمنا الجديد هلا، والله خصمنا الجديد شكله ماله سهل، شكله من الخصوم القوية اللي بدها تعذبنا. طيب طبعا هو ما عمل شيء، بس انا هيك حسيت احساس من بداية المباراة، ما بعرف ليش، بس بتحسه انه هو يا اخي هذا الزلمة ادمي هيك راكز. طيب اذا جاينت هابعت دارك برنس مع البيبي دراجون، هدول مشان يضربوا ضرب جماعي، اتوقع حركة حلوة. اوه تمام، هاي زاب مشان هيك تحمل شوي، هنزل برنس بالجهة الثانية، خلي يكون في ازعاج، ما يكون مرتاح كتير صديقنا. حلو، البرنس وصل، البرنس وصل وبلش يضرب بقوة، نعمل اعصار لهون، نجمع الاشياء شوي مو غلط. الباندت مرتاحة بس ما في عندي شيء كان نضربه فيها، اذا عنده تشين، هبعت برنس على اليسار وهذا الشيء حيلبكه اكثر واكثر. نعم برنس لا يصد ولا يرد، يا السلام. جولم دفاعي، اعصار جاهز، نزل هذا هون، والله عم اشتغل منيح كثير بهالتورنيدو، عفوا بهالبرج هاد، الجاينتات تبعته يعني عم بيطلعوا حقهم برياحة. ويلا يلا دارك برنس شيلا، احسنت. تمام، تورنيدو هيك يجمع الاشياء شوي، خلينا نخلص منهم. زاب، عم كتر قوات قد ما فيني، هو عم يحاول يخلص تاور باللايتنينج وهذا الشيء حيخسر المباراة على الاغلب. عمل تورنيدو على التاور، تورنيدو على التاور بخليني اعمل استاكات دامج، يعني من بيبي دراجون ل نزل يا دارك برنس صده لهالباندت. حلو حلو حلو، جولم هون منيح، اذا ما عاد عنده وقت اتوقع انه يخلص. هاي زاب هيك وفوز. نعم، اذا خصمنا هذا ما كان كتير خصم سهل، هذا التور دبحني بصراحة، كل ما اعمل شيء بنزل لي شيء، ما بعرف شو كان لازم ساوي له، بس بكل الاحوال شكلنا وصلنا لاول جائزة وبظروف صعبة. نعم، تذكروا يا جماعة انا بلشت التحدي بخسارة، ما بلشته من الصفر، صعبتها هالمرة، المرة الماضية التحدي كان بدون اي سبيل، اليوم بخسارة. بصراحة انا حكون كثير مبسوط اذا وصلت لهذا الصندوق، طبعا حكون متفاجئ اذا وصلت لهاد، بس ما شكلي حوصل لهاد، اذا وصلت لهاد بيكون كثير منيح. ما بنعرف شو بيصير، هلا بنشوف وقت المباراة او المباريات القادمة تورينا لاعبين جدد، بدنا نشوف هذا اللاعب شو مخبي لنا. حنجرب نكون جريئين شوي وننزل دبر برنسس، يعني دارك وبرنس عادي. اوه نصد هذا بهاد، تمام، والله هالبربري حيضرب لنا ضربة واحدة بس ما بيأثر. نزل هذا بسرعة، بس مزعجة مزعجة الفلاينج ماشين. يلا بيبي دراجون كم ضربة؟ لا البيبي دراجون ما قدر يضرب ولا ضربة، مباراة من العيار الثقيل، كنت حاط هي بالغلط هون انا عم بطلع. لا انترنت شو بها؟ مو وقتك بنوب، نستعمل بويزن، كثير ندير بالنا من هال
خصم. دارك برنس ممتاز للدفاع بهالحالة، مع ميجا منيون اتوقع بكفوا زيادة، اتوقع بكفوا زيادة. الجهة الثانية لا صار بدهم بيبي دراكون لهذا الجوي، والجهة الثانية حنبعت برنس يضرب مع الجولم اللي حيعمل تانك، يعني كمان فكرة حلوة جديدة، وحنعمل شفط هيك شوي لهون، خليهم نشفطهم شوي يتضايقوا، والبرنس يضرب التاور. يا سلام على التكتيك، يا سلام على التكتيك. منظر مرعب جدا، دبل بيكا جايين لعنا زيارة. شلون نصدهم ما بعرف لسه، ما عندي فكرة لسه، الموضوع قيد الدراسة. بس شكله فينا نصدهم، بس الوضع خطير. وهذا جاي حاعمل له دغري زاب، لانه اذا ما عملت له زاب مصيبة. ودارك برنس كمان، بس بدي دافع لانه هجومي منيح. يلا بيبي دراجون دفاع كمان احتياطي، وميجا مينيون، هدول كلهم على البيكا، وبرنس على اليمين. هل بيقدر يوصل للتاور ولا لا؟ نشوف. اتوقع بيقدر لانه هو كثير استعمل اشياء ليصد. حاستعمل تورنيدو هون مع جولم. لا هذا وصل بيبي دراجون زاب عشان هي توقف ضرب التاور. لا التاور حيروح، التاور راح، التاور راح. المباراة صعبة جدا بالوقت الحالي. نزل دارك برنس من هون يا حبيبي، على دارك برنس الوضع صعب جدا. جولم لازم يكون دفاعي، لانه هذا الفلاي مشين حيكون مزعج جدا اذا ما نلقى له حل. دارك برنس بتجي نحو التاور، ووصل ما وصل. اوكي الوضع صعب، هنحاول نقسي من هجمتنا اليمينية شوي. واحد من الحلول اللي قدامنا هي نقسي جولم بالنص، خليه يسحب على اليسار الاشياء. ايوه تمام، يا عين يا عين. بيبي دراجون جديد، لاحظوا الهجوم الجوي تبعي عم بيزداد شوي شوي. برنس دفاعي، ما بدنا نترك القاعده ونهملها بشكل كامل. حتاكل ضرب كثير، بس هجمتي اتوقع انها كثير قويه، اتوقع انه كثير قويه. زاب 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 لهذا الليجندري، هذا الليجندري بخوفني بخوفني. تمام تمام خلص. يا الله على هالمباراه، يا الله على هالمباراه. الليجندري لو ما عملت له زاب كان خلص املي وطلعنا برا، كان كبنا برا يا جماعه. لا ما بصدق، مباراه من اصعب ما يكون اذا ضد خصم من اصعب ما يكون. شو عم بيصير بهالبطوله؟ شو عم بيصير بهالتحدي؟ شو عم بيصير بهالحماس؟ حلقتنا اليوم حماسه رائع 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 جدا. واحد امبارح بالمقطع الماضي كتب لي: عمر ليش ما عم تنزل؟ صار لك زمان. صديقي انا صار لي كل يوم عم نزل فتره طويله. تاكد اكون مشترك بالقناه وفعل الجرس، خصوصا كلاش رويال بالذات منزل الاسبوع شي 5 مقاطع يمكن، ما بعرف. المهم اذا بالون يبدا في المباراه، حاضطر اني استعمل زاب لانه ما بدي اكل ضربه من البالون، وهيك بنكون نفدنا من الضربه، ولكن اخذنا قنبله صغيره ما بتاثر. قنبله البالون ما لها كثير مرعبه. وهلا عم نحاول نضغط شوي، اتوقع انه منيح، اتوقع انه الامور منيحه. بس هذا يضرب ضربتين، ضربتين ممتاز، اذا ضربتين كثير، هذا الرقم منيح ضربتين. برنس اذا بده يصد هالنايت، وححط الدارك برنس قدام البرنس مو ورا، انتبهوا لهالمعلومه هي، عشان هلا هو الدارك برنس يكون هو اللي عم يستحمل الضرب شوي. يعني يستحمل له شوي، شايفين كل ضرب التور راح الدارك برنس. هلا بيضرب بيضرب بيضرب، يا حرام ما ضرب. اذا دارك برنس ما قدر يضرب، مضطر اني نزل الكسر كوليكتر لانه يعني طولنا بهالحاله اللي احنا فيها. حنزل الجولم هون، وحنزل بيبي دراجون هون، وحنزل الاعصار هون. هيك بهالطريقه فينا نسحب كل الاشياء ونعملهم زاب كلهم سوا، وننزل الدارك برنس. اذا طاقات كل شيء عنده قليل، ما عنده طاقات عاليه. صدينا الهجمه على خير، وانتهت النتيجه تبع الهجمه انه صار عندي الكسر كوليكتر تاني جديد. شايفين تكتيك اللي عم لعب فيه؟ هذا هو التكتيك اللي عم نساوي. الدقيقه الاخيره هي دقيقتنا يا جماعه، هي الدقيقه اللي بدنا نقدر نعمل فيها حسم. وهلا كل قواتنا راحت طبعا، واستعداد لصد. اذا ما حيحط شيء ما حستعمل تورنيدو، حط شيء نستعمل، ما حط شيء خلاص، ما حط شيء. اذا بنزيد بدارك برنس، ومنزيد ببرنس كمان، ومنحط اعصار على تاوره.
مشان كل الاشياء تنضرب سوا وزاب عليهم كلهم سوا. يا السلام طاق التور اكيد عم تندمج. نعم نعم طاق التور عم تاكل ضربة عم ياكل 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 ضرب. يلا خلاص 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 فرش فرش يا حبيبي هاشتاج فرش. نعم هاشتاج فرش يعني خالص 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 ما عنده حلول. البيبي دراجون صاروا كتير كتار والمباراة اتوقع ان انتهت، بس هو لساته عم يحاول. تعال نعمل هيك ننهي له اماله كلها. اعصار من هون. اوه شو عم بيصير شو عم بيصير؟ شلون اخذ لي التاور؟ كيف اخذ لي التاور؟ ما حدا بيعرف ما حدا بيعرف شو عم بيصير. لا معقول نخسر بهالطريقة؟ ما حلو منكم ابدا يا جماعة نخسر بهالطريقة. يلا معناتها خلينا نكمل تركيز بالمباراة ونكمل هجومنا على قاعته اللي هي طاقته 1300 900 900. نزيد شوي القوات الهجومية والجولم تبعي وصل. نعم الجولم تبعي وصل. زاب جولم جديد ومنكمل منكمل منكمل الهجوم منكمل الهجوم. بيبي دراجون أقصى الزاوية كل الأشياء عم تلحق الجولم. ما بده الجولم يضرب ما بده الجولم يضرب. بيبي دراجون كمان ما بده يضرب. تكدس قوات رهيب. حاستعمل الأعصار لشدهم لبعيد. زاب ليخلي البرنس ينطلق. يلا يا برنس يلا يا برنس انت الامل انت الامل انت الامل. اضرب يا برنس اضرب يا برنس. لا يا برنس لا يا برنس لا يا برنس. اذا الوضع خطير جدا الوضع خطير. نسحب كل شيء نعمل لهم زاب. الوضع خطير جدا ونزل الميجا نايت البالون. لا اعتقدت اني ربحان المباراة لكن بوقت من الاوقات خسرت المباراة بدون داعي. يا الله على هالمباراة. اذا مباراة من اروع ما يكون. شايفين الواحد ما لازم يتخيل انه هو ربح لغاية ما يطلع له اشارة الفيكتوري. هذا درس لازم نتعلمه، لانه اذا احيانا انت بتفكر حالك ربحان وبتستهتر المباراة لمدة ثانية ممكن تنقلب عليك الطاولة وتخسر. إذا حلقتنا اليوم كانت من أروع الحلقات اللي صورتها لهلأ بكلاش رويال وبدت بإسطوري بدل ما تنتهي بإسطوري ما بيأثر. إذا هاي الثلاث ستيجات قولوا لي إذا حابين أني أنا أجرب مرة تانية بهذا التحدي وجيب لكم إياه أنهي لكم التحدي. أنا جاهز بس بدي أشوف شوية حماس بهذا الموضوع. يعني إذا ما في حماس ما كتير حاهتم للموضوع، حيكون محتوى الحلقة اللي بعدها شيء تاني. ولكن إذا في حماس قالوا لي عمر بدنا إياك تربح التحدي، خلينا نوصل المقطع عم كمان 5000 لايك. ما تنسوا تشتركوا بالقناة، ما تنسوا ترجعوا الحلقات الثانية بالقناة. بيكون كراش رويال أو ألعاب بلاي ستيشن أو ألعاب نينتندو أو ألعاب بي سي أو ألعاب تابلت كله موجود بالقناة. أعمل عنا قناة الوان جنجنوة في أكثر من 2000 فيديو تقريبا. بعمل لك لفة على هالموضوع ونراكم قريبا إن شاء الله. سلام.